طبعا استاذ، بالنسبه للركله الجزاء اللي حصل عليها رونالدو، نعم يعني انا في رايي المتواضع انه كان هنالك تنافس على الكره وكانت الايد طبيعيه والكره بتناول اللاعبين، فكانت ركله جزاء في رايي، يعني في رايي المتواضع غير مقنعه جدا. نعم نعم هذا يختلف وياك بها خلاص. هاي الحاله الثانيه يعني الهدف اللي سجله رونالدو، هل سبق اشتراك مع الخصم، يعني حاله دفع باليد او ما شابه؟ طبعا كانت اليد طبيعيه، فالاشتراك هذا طبيعي انساني. يعني احنا بالتفسيرات الحديثه بكره القدم يقول التفسير هنالك احتكاك انساني يعني طبيعي. اعتقد يعني اجوزاني اخاف اختلف يا استاذ خلاص. لا لا لا, لا, لا بالعكس، حتى لا تختلف انا وياك ما علي بخلاف. لا راح تبقى انت حكمنا الدولي. انت معروف بنزاهتك عزيز وغالي. لا خلي اختلف اي خلاف ما معني خلاف بالتحكيم.